ايه عم تفهم شو؟ استاذ غازي امي بدها تحكي معك. ايه على عيني وراك عم بتصل فيك ما عاد ترد. ولا يهمك والله كنت نايم والله. ايه يعني انا ما استاذ غازي مالك قادر على عيني. انا من الظهر بدي احكيك، انا بصراحه عرفت هذا انه رئيس المركز حمو هو. ايه هو بيقرب ابوه لشادي وشبا هذول اللي اخذوا كنزات ابو شادي. ما بيقربوه. بيقربوه يعني طلعوا. ابو شادي انه هو اذا صار رئيس مركز. بيقربوه طلعوا. انا بعرف كان باعتين واحد اسمه بيت الحمو. طب ايوه بيقربوه بس طلع هذا الشخص بيقربه. ما بيقربه. لانه انا عرفت من التاريخ وانا انزعجت، انا قلت طيب ما. يا رفيله. عرفت من جماعه انه بيقربوا ابو شادي. ايه وبالتردين شو عرفهم بابو شادي؟ انا جماعه حكوا لي انه لا. جماعة حكوا انا لقلك مش من زعجت وسألت انه 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 شادي بس ما يتصل يسأل مجد رصد ما رصد انا اليوم سمعت شكت انا زعجت انه الثاني الو هذا قالوا حاطينه بالبيت حاطينه بالبيت عرفت شو حاطينه بالبيت وما صدق لا انه شادي يرافقه ايوه بتعرف شو زعلت؟ انا زعلت انه شادي وشادا لبسوا الكنزات من اول يوم وحطوا السماعات لاخر يوم ما حدا بلغ عليهم. مجد وابنك علي كمان نفس الشيء لبس السماعات من اول يوم لاخر يوم ما حدا علي انكمش علي انكمش انكمش بس ما انه ما اثر عليه انت حكيت انه مش الحال ما اثر عليه. ايه بتعرفي نحن بنحب طيب مجد مجد مين مجد مين مبلغ عليه؟ انا لو بعثوا لجعفر مضبوط هذا اللي اجى جديد احنا كانوا بعثين رئيس مركز وغيروه باخر لحظه بعد وغيروا المراقبين. ايه عرفت شلون؟ بس انت تفضي شي مره لا لا استاذ غازي سلحوا الكنزه لمجد بقول لك انا مش هلا انا انزعجت شادي وشادا لبسوا الكنزات من اول يوم لاخر يوم حطوا السماعات وطلعوا الناس وما حدا اشتكى عليهم وابنك علي انكمش مره وانت مثل له واسطه ومثل حال مجد بدي هلا تعمل لي واسطه لمجد مجد كمشوا هذا جعفر نصر بالكنزه صلحوا الكنزه بس مجد ما استفاد منها صلحوا اياها من الساعه 8 ايه يعني مجد ما استفاد منها هلا اليوم عم نحكي مع واحد بالتربيه ايه قال لي كلام قال لي ممكن انه كثير 75% من الضعف وان شاء الله. يعني لكان شادي وشادا جايين مني اول فصل، ثاني فصل ينزحوا يجيبوا 260 ومجد وابنك علي الله يخلي لك يعني انا ما اتذكر زعلانه بس مجد وابنك علي لبسهم من اول يوم لاخر يوم انا عرفت من المركز اللي لا 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 ماني حكولي ماني حكولي استاذ هو يعتمد على حاله وبالعربي مضروب كمان يعني. طيب انت بكم نادي اللي بتعاني؟ باربع مواد؟ بثلاث مواد طيب انا معك ثاني ماده بالجغرافيا لا اسمعه اخذوا حجزوا له الموبايل لاخر يوم لماده العربي رجعوا له اياه بعد ماده العربي طيب وشادي وشادي لبسوهم كل المواد صح ولا لا؟ ايه شادي انضرب بمادتين ايه بس مو لبسوا الكنزات والسماعات بكل المواد؟ شادي وشادا لبسوا انا حكيت معهم لبسوا الكنزه والسماعات بكل المواد يعني ما تتنين ضربوا بس اسمعي انت كم واحد عن الاشكال؟ طيب انا معك بس شادي وشادا ما لبسوا الكنزه لا يقل بدمشق عن 1000 واحد طيب انا معك انا مو زعلانه انا والله مو زعلانه بس ممكن الناس ممكن الناس طالعوا هيك انا زعلت انه مجد لقطوا اربع بنات ما في شيء انا زعلت مجد انكمش سادة وشادي ما انكمشوا ولا مرة ولبسوا السماعات من أول يوم لآخر يوم ولا حدا مسكهم. هلا أنت مثل ما فلنفترض إنه هدول ما انكمشوا فعلا. إيه انكمشوا بيطلعوا بكرة الأوائل. الروبنت ما انكمش كمان. كله بالغلط. سوء حظ. سوء حظ كله سوء حظ. أنت بدك تحكي لي أستاذ بدك تحكي لي مع جعفر نصر إنه يروح يشهد بالتربية إنه هو مسك الكنزة الساعة 8 ما استفاد الصبي منه. احذري شو قال لي جعفر نصر حكى معي ايه عرفت وقال لي استاذ غازي ليش عم تعطي ارقام للناس على قلت ما قال لي انه واحد اتصل فيني قال لي قلت ما بدي اتصلوا فيني الحاكم طيب يا استاذ غازي ما هو صديقك على اساس وصيته بنزل لا
نحن في الجزر الاول الخدمه كانت الحمله عشان شلون هو هذاك كان بيعدين واجى لهون. هذا بعث المدير دائره الاعداد والتدريب فجاءت لما شفته هون. طيب مجد هلا مجد بدي تعملوا له ضبط من يوم كنا اليوم في محمد وعرفت من جعفر نصر ومجد بنهرم سنتين ومو مستفيد من الكنز. شو استفدنا من المجد العربي؟ شو استفدنا؟ هلا هو بالضبط مكتوب هذا الشيء، انا سالت هذا مكتوب انه هو لما طلبت الساعه 8 قبل شو اسمه؟ قال لي ادني طلب استرحام، ادني طلب استرحام من الدائره الفرديه. بالتاريخ؟ ماشي، طبعا الاعتبار. لانه عرفان شلون هو ما بيعرف. ما استفاد من هذا الموضوع، حاطط الموبايل لعرفان شلون. معه. فهمت شو الوضع؟ انه هذول كمان نفس الشيء كتبوا من اول يوم لاخر يوم على السماعات والكنزات ما حكيت بس انا مزعوجه انه مجد بده ينحرم سنتين، نحن شو بدنا نعمل؟ حبيبتي في عفو قلت لك انا طولي بالك. طيب اذا سالوا اذا سالوا استاذ اطمئني اني عم تحكي عم بتقلي اسالي بدهم يسالوا بكره لان امي كانت معي يونس محمد بدهم يسالوا مين جاب لك الكنزه؟ شو هو راح يقول لهم؟ شو هو؟ الكنزه بلا اليوم اليوم يونس اخذتها من نصيب ابني هيك ما نقلهم أخذها من نصيب ابنه؟ أنا اليوم كتب يونس محمد قال لي بدنا نسأله مين من وين جاب الكنزة؟ مجد شو لازم يحكي؟ اشتراها من سوق التهريب. هي سوق التهريب كان شيء مين طالب؟ كيف بدنا نكذب عليها؟ هلا هي اللي بيبيعوها للسوق التهريب يا استاذ بس ما هو كيف ما فيك تكذب عليهم هي شغلة ما بيجوز يعني هلا انت بتعشتي هيك بتكون عندك ممكن قولي انه بس بدون الموبايل هدول الاغراض مو له. هو هذا ولا ليه؟ هو جعفر نصر جاتك بالتقرير الكنزه والموبايل يعني انا قلت له لما شفت ما في سيره حتى هو خلينا سيره الاستاذ غازي وعلي ابنه وابو شادي وبنته شدا وشادي ما رح اجيب سيرتهم بس انا اذا سالوني الكنزه من وين جبتها؟ ما هم بيعرفوا انه مو مشتري من السوق. يعني كيف بدنا نكذب عليهم؟ موجودة بالسوق. يعني نكذب عليهم في مثل الحمل؟ عطاي الأسواق يعني بعدين هيبيع مو شو اسمه حرام. ايه فهمت عليك. يعني إذا حكينا هيك. أنا ما استعملتها، لأن حطيتها وما عرفت استعملها وما استفدت منها. عرفت شو؟ ايه عرفت شو بقول لهم؟ قالوا لي إنه بتستفيد منها، جرب أول يوم وسجلت هيك مقطع صغير على الموبايل عشان شو ما زبطت منها. يعني إذا كذب عليهم بيمشي الحال. طبعا ما في غير هاي الطريقة لك عنه. إنه أنا حطيت إنه ما في حدا أنا منقلني حطيت سجلت مقطع تسجيل الصوتي. عشان نجرب إنه بستفيد منه ولا لا. فما استفدت منه. هلا شادي وشادي استفاد منيح بالامتحانات. ما كفوا كل المواد لانه ما كفوا مرتين برغب المسجد يلا مو مشكله ما في مشكله بكره بنحكي معك وكانت والدتي كانت بدها تحكي معك خلص ما في مشكله بكره بنحكي معك بكره بنحكي معك ونشوف بدنا نعمل مع جعفر نصر وفي الموضوع مو عن جعفر راسي كثير على الاسترحام طيب نروح على التاريخ ونشوف بدنا نعمل طلب استرحام يلا ان شاء الله خير ماشي يسلمك يا مرحبا